السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناتي سافور نيهال. الوصفة نتاع اليوم راح تكون خبز الهمبرغر، يجي ما شاء الله شيش وبنين. بلا ما نطول عليكم البنات، تبعوا معايا الفيديو. الوغ البنات، هنايا نبداو. عندنا مغرف كبيرة خمارة الخبز، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة زبدة، مغرف ماشي معمرة بزاف على حسب الذوق، الملح، وحبة بيض، وكاس تاع 240 حليب دافي باش نعجنو به العجينة تاعنا. هنايا البنات ندير الحبة تاعي تاع البيض والكاس تاعي تاع الحليب، ها هو دافي. والزبدة أم الفم باش تذوب. نزيدو هنايا المغرفة تاعنا تاع خمارة الخبز والسكر ونخلوها تخلط مدة 20 دقيقة. هنايا صيبو راه تخلط لي هذاك الخليط. جبت الفرينه تاعي، عيني ميزاني، انا جبت قيمه غرفيه، ويلا خاصني نزيد ويلا كفاتني صيبو، ما نخليهاش يابسه يابسه وما نخليهاش جاريه. هنايا بغيت نقول لكم برك الا بغيتي ما ديريش الحليب، عاوديه بزوج زوج مغارف كبار تاع لحظه حليب بودره، وخلطي بالماء حوالي 300. هنايا الغرفية تاعي خلاصت وهو مازال خاصه الفرينة، رايحة نزيد لها. مازالها خاصها شويه فرينه، غير شويه ماشي بزاف. هنايا كي خليتها تعجنت لي غايه حوالي 7 دقائق ولا 6 دقائق، ها هي هنايا ما نقصعهاش بزاف، نخليها تخمر ومن بعد نرجع لكم. ومن جهه واحده اخرى انا نوريكم هنايا باش غادي نعمره. عندي هنايا الفيونداشي، انا هنايا ربيت حبه بصل، نبغي نخلط توجور الفيونداشي مع البصل باش تجي بنينه. عندي هنايا مغرف تاع معدنوس ديجا كونجلي وجدته، وهنايا الملح وفلفل الكحل، وهنايا عندي هادو البيض بعدا نقليهم نيشان حبات حبات باش ندخلهم في الهمبرغر، وهنايا عندي البصل والطوماطيش والكورنيشو باش نزين به، والسلطه لي فخيت والفرماج ولي صوص، صوص مايونيز، صوص كاتشوب، صوص بيك برغر، سا ديبون كل وحده واش تبغي، والهريسه. وهنايا كل وحده والطريقه نتاعها كيفاش تبغي تزين الهمبرغر تاعها وباش تعمره. انا برك نعطيكم الفكره تاعي وانتوما كل وحده على حسابها. اي فوالا البنات، ها هي العجينه تاعي دوبلات الفوليوم تاعها الدوبله، هي ما راح نزيدها لا فرينه لا والو. هي برك ندير شويه زيت
ودروك شوفوا معايا البنات صايي اللي خدمت العجينه تاعي درتها ديبول، غادي درك غير نهبطهم هكا ماشي بزاف، جاتني 8 حبات ما بغيتش نديرهم كبار باسكو دي فوا ولادي ما يكملوش الحبه، ماذا بيا ما نضيعش. ودرت الفرن تاعي حما على درجه قاويه، ومن بعد ندخلهم نغطيهم سيرفيته سيدا. هنايا البنات درت صفار بيضه مع شويه ليم باش تقلع عليها الكو تاعها، وهنايا الخبز تاعي ها هو خمر. هنايا يعني دهنتهم بالبيض وندير ليهم سانوج والجزلان. هنا البنات بعد ما حليته غادي نعمره بالمقادير اللي قلت لكم ونوريه لكم في طبق التحضير.